هجيبه لك، ولكن العلاقة يعني متسامحة وكويسة، وإن التراجي عرض واحد ثم الآخر ثم الآخر اللي هو استقر عليه الكابتن سيد أبو حفيظ. وزي ما قلت لكم كان في يعني ترحيب من الجانب الترجي ومفيش تزمت، وكانت الدنيا ماشيه كويس. دي زي ما قلت لكم لقطات لينا احنا حصريه في ملاعب اليوم من الطائره الخاصه بنقل النادي الاهلي الى تونس في نهائي بطوله افريقيا ابطال الدوري. زي ما شايفين اللاعب في حاله تفاؤل واضح، ربنا يكرمه ان شاء الله، حاله تفاؤل من اللاعبين ومن الجماهير. طيب رجعنا لكم تاني زي ما قلت لكم.